إذن نحن نشاهد تصاعد كثيف للدخان في ساحة الشهداء. كلودي أبي حنا، ما الذي يحدث الآن في ساحة الشهداء؟ هل هناك المحتشدين في الساحة بدأوا بالخروج بالمغادرة، أم لا يزال هناك حركة قدوم من خارج الساحة؟ تراجع عدد المحتجين، ولكن الكر والفر لا يزال مستمرا، ونسمع أصوات انطلاق القنابل كما تسمعون الآن المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. يعني لا يزال الاحتقان، ولكنه حصر في منطقة محددة في المنطقة السفلية لساحة الشهداء قرب فندق لوغري. وتتميز يعني هذه التحركات اليوم باقتحام الوزارات، إضافة إلى وزارة الخارجية كما كنت قد ذكرت في رسائل سابقة. تم اقتحام وزارتي الاقتصاد والبيئة، والآن علمنا أنه تم اقتحام وزارة الطاقة في منطقة النهر. إذن يعني هذه الحركة الممنهجة للمحتجين والثوار، ولا سيما من بينهم الضباط المتقاعدون الذين دعا بعض منهم قائد الجيش اللبناني إلى عدم قمع المحتجين، لأن راتب العسكري في لبنان بات يعادل 80 دولارا. إذن يعني الكر والفر لا يزال مستمرا هنا. أيضا تم اقتحام جمعية المصارف القريبة من هذا المكان وإشعال النار في مقر الجمعية. والأمر المؤسف أيضا أن قوى الأمن الداخلي نعت أحد عناصرها الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه، وقال بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي إن هذا العنصر كان يساعد أشخاصا احتجزوا في داخل الفندق وتم دفعه، ما أدى إلى سقوطه من قبل مشاغبين حسب بيان قوى الأمن الداخلي. إذن هذه الليلة تراجعت فيها الحركة، تراجعت فيها الأعداد، ولكن الحدة لا تزال موجودة، ما ينبئ باستمرار الكر والفر بين عدد من المشاغبين ومتسببي العنف وبين القوى الأمنية.